سليمة بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. شوطنا الأول خصص للقعدان الإذاعة المحليات الأصايل، مسافتنا هي 6 كيلومتر، وجائزة هذا الشوط وجميع هذه الأشواط سيارات. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من يسيطر في المقدمة؟ الشاطر حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي يقدم لنا الشاطر مع البداية. نقلة مباشرة مع المركز الثاني، ينطلق شاهين عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي من يقدم لنا هذا الاسم لشاهين في ثاني المراكز. المركز الثالث، هنا التدخل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. يا سلام من وصل من المركز الثالث، ينطلق مشاهدينا الكرام بهذا المسار والانطلاق مع هذا الاجواء الضبابيه القادم والمنطلق في هذه اللحظات. عشاق نايف بن سالم بن حاذة الاكتبي، ولكن من الجانب الاخر من غير مباشره الى المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، ارى اللي هو سليل احمد بن محمد بن كراز المهيري، خامس المراكز الواصل والمنطلق في هذه اللحظات. حشيب محمد بن قنوب بن سعيد بن كديدة، هكذا النداء للمراكز المتقدمة. هنا مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، شوطنا الأول للقعدان. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول شاهين عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي. يا سلام، شعار الذيبة صاحبة الشوط الأول، هنا يقدم لنا الهديفي هذا الشوط. يا سلام متابعة من طالب بن سعيد بن مرزوق الوهيبي، من يرافق هذا الشعار والانطلاق. يا سلام، روح يا رعظمية. المركز الثاني يتقدم مشاهدينا الكرام، وينطلق شاهين سيف بن مبارك بن سيف هنا الخيلي، من يقدم لنا هذا الاسم لشاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث، ولكن اللي هو في هذه الانطلاق سليل احمد بن محمد بن كراز المهيري. يا سلام، من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار والانطلاق مع ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم مشاهدينا الكرام، وينطلق في هذه اللحظات الذهب سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري. يا سلام، مع المركز الثالث انتقل مباشرة إلى المركز الرابع الواصل. هنا الشاطر تعود الملكية لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، من يقدم لنا الشاطر ومن يتابع هذا الشعار بو سالم عامر بالغفيق الوهيبي. الوصول والقدوم مع المركز الخامس، وصل حشيم محمد بن قنوم بن سعيد بن كديدة، هكذا النداء للمرة الثانية للمراكز الخمس المتقدمة لهذا الشوط. السيارة بالانتظار لشوطنا الأول. يا ترى هنا من المشاركين من سعيد الحظ، هنا من الأقوى في هذا الشوط. البداية والمقدمة، المنطلق على الصدارة، ما سلم الصدارة، مسيطر مع البداية، منطلق بهذا المسار بهذا الانطلاق. يا سلام، شاهين مع البداية، شاهين مع المقدمة، تعود الملكية لعبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي، من يقدم لنا هذا الاسم والشعار مع مقدمة الشوط. قدم لنا الذيبة في شوطنا الأول لهذا اليوم، ويقدم لنا شاهين في شوطنا الأول للقعدان. المركز الثاني، ينطلق مشاهدينا الكرام سليل مع المركز الثاني، تعود الملكية لسليل أحمد بن محمد بن كراز المهيري. المركز الثالث وصل هنا وانطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث. يتقدم مطفي، أول إذاعة مطفي، أحمد بن سعودي بن سعيد العامري. يا سلام، من يقدم لنا مطفي، يغير من مركز إلى مركز القادم في هذه اللحظات. الشاطر مع المركز الرابع، تعود الملكية للشاطر من يقدم لنا في هذا الشوط مشاهدين الكرام. يا سلام، ينطلق حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، خامس المراكز، يصل مشاهدين الكرام ويتقدم، ينطلق شاطر
ابراهيم محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد الهاملي اول اذا علي شاهين انضم مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا الانطلاق، هكذا المسار لهذا الشوط. وين موقعنا يا بن طويرش؟ هنا في هذه الاجواء الضبابيه مع مقدمه الشوط. يا سلام، هنا مع انتصاف المسافه المقدمه والبدايه والانطلاق الاول. شاهين ما زال مسيطر مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. يا سلام، شاهين مع البدايه، شاهين منفرد بصداره الشوط بمقدمه الشوط. هو الاداء المطلوب لشاهين مع البدايه. تعود الملكيه لعبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي. من يقدم لنا شاهين مع مقدمه الشوط؟ وصل مطفي مع المركز الثاني. تعود الملكيه لاحمد بن سعودي بن سعيد العامري. من يقدم لنا هذا الشعار والاسم مع المركز الثاني؟ المركز الثالث هنا سليل. تعود الملكيه احمد بن محمد بن كراز المهيري القادم والواصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع. يصل مشاهدينا الكرام، ينطلق شاهين محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد الهاملي. يا سلام، مع المركز الرابع خامس المراكز الشاطر حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. هكذا النداء للخمس المراكز المتقدمه. نعود للصداره، نعود لشاهين منذ الانطلاق مسيطر مع مقدمه الشوط، معلن هذا الحضور الممتاز في هذا الصباح. يا سلام يا سلام يا شاهين. هنا من يقدم لنا هذا الاسم شاهين عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. يا سلام، منذ البدايه منفرد على الصداره، ماتي بكل قوه بكل زعامه بكل صداره مع البدايه. المركز الثاني مطفي. تعود الملكيه، من يقدم لنا مطفي؟ تعود ملكيته مشاهدينا الكرام احمد بن سعودي بن سعيد العامري. يا سلام، كيلو ونصف الكيلو عن السيارة، ما تبقى إلا القليل يا أخوان. وصلوا القادمون، وصلت الأسامي، وصل هنا، وصل منبع عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري ما يبنى للطاري. يلا في هذا الموقع الوصول والقدوم من الشاطر. تعود الملكية لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. بدت المنافسة تشتد، ولكن الصدارة وين؟ الواصل لماح، وصل لماح عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري. يصل في هذه اللحظات ينضم مع المراكز المتقدمة. نعود مع البداية، نعود مع شاهين. شاهين يا سلام، ما زال هنا في مقدمة الشوط مع البداية. تعود الملكية لعبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي. يا الهديفي، قدم لنا الذيبة، يقدم لنا شاهين المركز الثاني. منبع تعود الملكية لعبد الله بن هلال بن مبارك العفاري. أهالي المصانع الجنوب، أهالي لوقان قادمين بكل قوة. يا سلام، ولكن شاهين ما سلم المهمة، انطلق للناموس، انطلق للفوز. إن لم يكن راي آخر مع منبع مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاطر حمدان بن غانم الفلاحي، ولكن هنا شاهين ما سلم المهمة، يكمل المسار بخطى الناموس 500 متر لا غير، 500 متر لا غير عن السيارة، عن الناموس، عن الزعفران. غادر شاهين، انطلق للناموس للفوز والإبداع. يا سلام، هنا مع البداية منذ انطلاق الشوط غادر بحفظ من الله ورعايته، متوجه إلى طريق الذيبة، متوجه إلى انتصارات هذا الشعار، إلى أن يهدي الهديفي هذا الفوز، هذا الناموس. عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي، أسعد الله صباحك. مشكور يا طالب، مشكور يا طالب، يا بن سعيد، يا بن مرزوق الوهيبي، على هذا الأداء الممتاز من قدم لنا شاهين. وهنا ثلاث نقاط تذهب للدوحة، تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني منبع عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري، ثالث المراكز كان من نصيب مطفي احمد بن سعودي بن سعيد العامري، رابع المراكز الشاطر حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، خامس المراكز وصل شاهين محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد الهاملي. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. نذهب مباشره للتوقيت الزمني، واثناء وصول شاهين الى خط النهايه، تهانينا والناموس لمالك عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي. 9 دقائق 9 ثواني 9 دقائق
ست ثواني تسعا من الأجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل المشاهدين الكرام في منبع عبدالله بن هلال بن مبارك العفاري، تسع دقائق ثمان ثواني ثمان من الأجزاء. تهانينا والناموس. أما ثالث المراكز مشاهدين الكرام، مطفي أحمد بسعودي بسعيد العامري قطع المسافة في زمن وقدر المشاهدين الكرام، تسع دقائق عشر ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والتهنئة للجميع في هذه الأشواط.